أهلين، كأنه جاي تقولي لي إنك تراجعتي. إيه والله، لقيت صعب كتير إني لاقي نجم بهالسهولة. قلت لك هالحكي، وخاصة إذا بدي لاقيه خلال ساعة. قلي لي بقى، من وين بدك تلاقي موهبة خلال ساعة؟ ها؟ رح ورجيك. تعالي يا بنت، تعي. وهي نجمتي الجديدة قدامكن. رح أعرفكن، أراس، حزيران. إذا ممكن نحكي شوي لحالنا. إيه جاية. رجاءً لا توقفي مثل الغريبة يا حلوة. إيه؟ لازم تتعودي شوي شوي. عن قريب كتير رح تصيري أكبر نجمة بهذا المكان. زينو. لحظة، بس نسيت شنطايتي هون. يلا. ما بقبل بأي حدا بتجيبيه لهون. مثل هاي البنت اللي برا. هدف الشركة هو خلق علامة تجارية. هاي الشركة مو على كيف أي حدا، عم تفهمي؟ تعرفي قديش قيمة أرباحنا السنوية؟ إذا بدنا نصدر ألبوم لازم نأمن نجاحه بالأول، وأنا لسه مو متأكد من إمكانيات هاي البنت، وبالحالة هاي بيكون الاستثمار أبداً مانو ناجح. اطلعي فيني بس أحكي معك. شو يعني؟ رايحة وجايبتيلي بنت أنا ما بعرف أصلا من فصلة وما بتنفع لشي أبدا. وأخيرا فيكو الحقيقي واقف قدامي هلأ. هيك لازم تحكي معي من الأول باللغة يلي بفهمها. هاي البنت ما رح تكون نجمة أبدا. أنا ما فيني خرب سمعة شركة بتساوي مليون دولار بسبب قلة عقلك ونزواتك زينو. لكان أنا كمان رح أحكي باللغة يلي أنت بتفهمها. شو هاد؟ بدي سلفة يا روحي. وليش بقى يا روحي؟ انت عم تقول انه البنت ما بتنفع، رح ورجيك انها بتنفع على الاكيد، بس مثل ما بتعرف انك تخلق نجم هذا امر صعب. وقت اللي منقول نجم يعني لازم شوف شراره عم تطلع من عيونه ويحترق الرصيف اللي عم يمشي عليه قدام الناس. بالاول بتوقع هالعقد وبعدين بتشوف مين رح يحترق كرمال مين. وكمان لازم اوقع لك عقد يا روحي. ما رح اتوقع لك. لا بدك يعني اخلق نجمه كبيره لهالشركه هي، وكمان ما رح اخذ مصاري من هالشركه؟ ايه مو على كيفك، بدك تقعد على الشباك وتدفع قروش؟ انتي كيف هيك بتطلعي قدامي دائما كل مرة؟ أنا كان بدي أعطيك هاد بس. دورت عليه بكل مكان. أنت وقعته بالحفلة. أنا آسفة لأني ما قدرت أعطيك إياه مبارح، وبعرف إنه غالي عليك. حسيت إنه هو بيعني لك الحظ. من وين عرفتي؟ لأنه عطول بإيدك بكل الحفلات، بس بالحفلة الحربية أنت ما لبسته. وقتها كان على إيدك ضماد لأنه كانت ملتوية، لهيك يمكن ما قدرت تلبسه. أنت بتعرفي كل شيء. شكلك معجبة فيني. المسرح ما بيتقبل الكل، بيميز. انتي قبلك من اول ثانيه، متخيله؟ شكرا لك. هي اول مره بتطلعي فيها على المسرح؟
إيه، أول مرة. أول مرة. أنا لازم روح هلا، بس شكلنا رح نلتقى كتير أنا وياكي. غالباً. انتبهي على حالك حزيران. شو هذا يا زينو؟ شو هاد؟ وين صرتي بعد هاي الفترة؟ تتذكري وقت اللي كنت توقفي بكازينو شاكيل وتغني كانت تهز شبابيك البيوت لبعد ثلاث شوارع من هون؟ بس هلأ المدينة أبداً مانا هيك. الغنية اللي عم تغنيها ما بتنسمع لبعد ثلاث خطوات. انت عم تشوفي المدينة اللي تركتيها كتير تغيرت، الشركة اللي تركتيها كمان تغيرت. من زمان كانوا يفتحوا الباب لكل واحد بيقول صوتي حلو وجاي يغني، بس كل شيء تغير زينو. وبعد تجربتي الكبيرة بالاستوديوهات، بالأول بتمري من عند الأمن وبعدين بتمري على 40 واحد لتوصلي لعند السكرتيرة، وبتاخدي موعد قبل بكم شهر لتسمعي هذا التسجيل يا خانم. وهذا مو أنا، مو أنا، مساعد مساعدي اللي بيسمع التسجيل. يعني عم تفهمي يا زينو؟ بهاي المدينة في مثلة كتير، مليون وحدة مثلة تماماً، مليون. زينو تغير كل شيء، بس في شيء واحد ما تغير. أنا كنت وقت الملك ولساتني لهلأ الملك. أنت بتعرف منيح بوقتها ما كان فيك تنافسني أبداً ولا حتى هلأ كمان. شو هالحكي هذا؟ إيه والله. طيب ماشي تمام، بما أنك واثقة كتير بهالبنت جهزيها أنت، ما رح ساعدك بليرة واحدة. ثبتي لي قوة هاي البنت ونجوميتها وبوقع العقد دغري. الموضوع بيتسكر ليجي هذا اليوم. فكر إنه أنا ما بعملها بدونك ما؟ اعمليها من دوني إذا فيكي. بنصحك تحضر ملجأك بسرعة لأنه الحرب بلشت. يلا ناطرك لشوف شو رح تبدأ يا زينو خانم. أنت مو شاطر غير بالحكي. آخ يا زينو آخ. بسرعة قدامي يلا رايحين، بدي نشاط، لازم نرفع العيار. من بعد هلأ أنت معي، لهيك ما إلك برنامج ماشي؟ شوفي، ليش هيك عابسة؟ بالحقيقة في أي مانع؟ إيه، ومانع كبير. احكي لي شوف. في عيلتي، يعني أمي وجدي وخالي، هنن ما رح يوافقوا إني غني كل حياتي. آه زيران، شو ما رح يوافقوا؟ هاي أمور جانبية، رح حلها معهم، لا تخافي. ليكي، شوفي يا حلوة، هن لسه ما بيعرفوني. تحكي. تمام، انت ادرى بكل شيء، معناها منبلش بالدرجه الاولى من تحت خالي. امشي معي لكان. ليك بعرف مثل شو بيقول، الشيء اللي ما بيحبه الانسان دائماً بيضل ملاحقه. ما بدي اسمع هذا الحكي أراس، ولا تتحمس على الفاضي. هاي البنت ما رح تبقى هون، وحتى لو بقيت هون أنت ما رح تعمل أي شيء أبداً. شو قصدك ما رح أعمل شيء؟ هالبنت إجت مرة وخربت الوسط وعملت فضيحة عنا. هاي البنت خربت لك تركيبتك. لو بس ما بتضل تقول هالبنت عندها اسم على فكرة. شو ما كان اسمها ما رح أذكره. بابا. اللي بابا. ليك دخل بكل شيء، ايه ماشي، بس لا تحاول ابدا تعطيني اوامر بهالموضوع. هذا اللي طلع معك؟ بدك تعارض ابوك؟ لحد اليوم ما شفت اي ظلم منك، عملت كل اللي قلته، كل شيء لك، بيتي، شغلي، حياتي، انت عم تدير كل اموري. بس في شغلات ما فيك تديرها بابا. خليني أخذ قرار هاد على القليلة. أهلين، وينك لهلأ؟ جمدت من البرد. خالي مشان الله ما تواخذني. من بعد إذنك يا حلوة. مرحبا. مرحبا. أنت شو كان اسمك يا ترى؟ كوبي. لاي. كوبي لاي. كوبي لاي، تشرفت بمعرفتك. وأنا كمان. كوبي بيك، قولي. أنا عرضت شغل على بنت أختك. إن شاء الله يكون خير.
قالت ما بقبل بدون إذن عائلتي. آه. برافو كينجو. طبعاً برافو عليها. إذا كان عندها خال مثلك أنت أكيد ما رح تقبل تشتغل بدون علمك وإذنك كمان. يعني طيب مو حرام ما نخلي هالبنت تصير نجمة مشهورة كتير وتشوف الدنيا كلها، ما هيك؟ قصدك النجمة مغنية، ما هيك قصدك أنت؟ هذا مو قصدي أبداً. كينجو هي روحنا وقلبنا، يعني مغنية بمكان ما منعرفه. شو يعني مكان ما منعرفه؟ رح يصدر ألبومها من شركة دوش بيلاك، وأنا رح أكون فوق راسها كمان بالذات. منقول الله يبعث الخير والبركة للوطن. إيه طبعاً منقول طبعاً. ممكن أخذ يدي؟ لك تفضلي، معقول ما تاخديها. حبيبتي حزيران، ما شفتي؟ نحن هلأ أخذنا أذن من خالك. صح، كان كتير سهل، بس لسا في جدي. خلاص لا تقلقي أبداً يا حلوة، بكرة الصبح بجي لهون وبحاول اقنعهم كلهم. طيب لكان بدي استأذن منكم، رح اطلب سيارة تاخذني لأني مشغولة. شو هالحكي؟ لا ما بيصير هالشي. الحقيقة ما بيصير، لأنه ما رح تلاقي سيارة بهذا الوقت. أنا بوصلة على المكان اللي رايحة عليه فورا وعلى السريع كمان، لا تخافي. بصراحة سيد كوبي أنا ما كان بدي غير لك طريقك أبدا بسببي. مو مشكلة، بغير طريقي كرمالك. مشانك بصير أي شيء، خليني ساعدك، أعطيني إياها لساعدك. يلا أنت عن جد ظريف كتير. تفضلي. خليني ساعدك. أتشكرك، بس انتبهي على راسك. إيه طيب ماشي. تمام مرتاحة؟ إيه. حزيران 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 بتطلع ورا. يلا خالو يلا. هنيك أريح له. مبروكة طالعة؟ ايه بوصلك إذا بدك. عن جد عم تحكي؟ لا تجني. طيب بس فيني أقدم لك خدمة. خدمة شو؟ ليكي في دور بالكليب، جد مبروكة. لا بقى تكذب علي. ما كان بدك هالشي؟ دور قصير، سكرتيرة. مو مهم الدور أبدا، لو تعرف كيف رح مثله من كل قلبي. عم تحكي الصدق مو؟ بس عندي شرط واحد، رح تقدمي لي خدمة. حزيران إذا إجت لهون مرة تانية أنت بتخبريني دغري. مشان أبوك يزتني من الشباك لتحت، ما فيني. طيب أنت قدرة، بيمثل حدا غيرك معي. ما تعمل هيك. طيب طيب بتصل. بالمناسبة بدي معلومات عنه. هارون قلعت الشاب بدون سبب، كسرت قلبه. ركض على الكورنيش، برنامج راديو بعد الظهر، مؤتمر صحفي المساء، وأبي كل الوقت عم ينق علي بتعرفه. هارون أنا مبارح ما كنت بوعي، ما تواخذني. معلي ترجع البيت؟ استغفر الله. يعني ما بدك؟ هل قد زعلان مني؟ أنت أقرب الناس إلي بحياتي وما فيني من دونك. هارون عن جد أنا عم أحكي، صدقني هارون. تمام مصدقك. بسرعة رح ترجع عبيتك. شبها تعمل هيك أحياناً. هيك كتير عليكي، أنا بحملها عنك.
شكرا كثير لك. انا بحملها. اعطيني. كان فيني اخذها عنك. لا يا روحي، شو هالحكي، انا ما بخليكي لهون وبس، ما بقى في داعي. طيب ماشي. ما رح يعارضوا عيلتك بكره ما هيك؟ بس عيلتنا، انا كيف بدي اقول لك ياها؟ بصراحه بابا تحفه بمتحف واختي عينه فيه، يعني كيف بدي اوصل لك الفكره؟ هنن ما رح يسمحوا لها، لا تفكري. بس انت ما رح تقصر معنا ورح تساعدنا كمان، ما؟ اذا عرفوا اني ساعدتك ما بعرف شو رح يصير معي. في شي عندك هون ومانك منتبه؟ شوفي، كنت عم اقول ناطره مساعدتك بكره. ما في شي هون بالمرة. لكن أنا تحت أمرك، شو فيني أقول غير هيك يا خانم؟ تصبح على خير. وأنتي بألف خير. شكرا. أحلام سعيدة. كمان. شكرا. توترت كتير. يا ربي دخيلك، شو هاد؟ يلا روح بقى روح. هالمرة كتير لطيفة عن جد. ليك ليك بعتذر كتير أخي، في هون فندق رخيص شوي ومحترم وكمان يكون قريب. لك المفروض صوتها يرجف ورجليها يرجعوا لورا وعيونها يهربوا. لا مو معقول، شو هالوقاحة كلها؟ لك هي ما سألت حالها لسات بتنتمي لهذا المكان ولا لا؟ ما فيها ترجع، هي ما فيها ترجع بعد 15 سنة، وكأنها ما هجرت زوجها وراحت ولا حتى تركت ابنها، وكأنها ما قوصت على حد. نعم؟ نعم؟ مو هالمرة هربانة؟ كيف بترجع؟ ليك مرتاحة أكثر مني. لا وفكرة ما خبرني بشي. هلا بدك تشوفي الإنترنت، رح ترفعي ضغطك على الفاضي، عقوبتها تموت بس تجي، وها هليك إجت. ومن وين أنت بتعرف؟ بجوز مسكوا المجرم الحقيقي. شو بيعرفني؟ إيه زينه مجنونة، بس إطلاق النار على حدا لا ما بتعملها. اللي يعني هي بتشبه المجرمين شي؟ خلاص بقى، وكأنك على طول بتعرفي المجرمين يعني؟ تضغط على الزناد وبيخلص كل شيء، انت رح تطلق النار وغيرك بيتحاكم، طبعا اذا كنت واحد قوي. قوي قوي، لا تخاف. تملك كل شيء يا كورشات، الشهرة والمال والمعجبين، ليش لتعمل هيك زينو؟ ليش لحتى تقوص الرجال؟ اكيد في عندها اسباب خاصة. لا انا ما بظن هالشيء بنوب، رح تشوف، رح دور بالقصة، ما بصير ترجع بعد 15 سنة. أنت منيح؟ لازم أحكي تليفون ضروري. اسمعني منيح، ضلوا مراقبين لزينو، هالمرة خطيرة بالنسبة إلنا، شو ما عملت اوعى تتركوها بحالها. لا تقلق أخي، نحن مراقبينها. بتحبي صاحبتها الغنية كتير ما؟ لا ما بعرفها، بالصدفة سمعتها بمحل كتب قديمة وعجبتني، بس هي قديمة شوي، الغلاف والاسم صفر مو واضح شي. ليش؟ انتي بتعرفيها؟ ايه بعرفها من زمان، بعرفها، عكلم بدي اخد غرفة 80 ليرة باليوم.
لا ليش؟ الدفع كاش. رح أدفع ماني هربانة. يعني أحسن لي. خدي هاي، باخدها بكرة بس أعطيكي المصاري. إيه بلا نظرة المسخرة هاي. عالثالث بنهاية الممر الغرفة اللي بالنص. الحمام بعد شهر عين، وكمان في مي سخنة بالغرفة. همك كبير كتير، أكبر من همي لكان. رح أعدلك همومي. زوجي السابق عم يتنادل معي، ابني الحقيقي ما بيطلع بوشي. مضيت 15 سنة من الحنين ما فيني إجيت شفته. ليش؟ ما بيعرف حتى. قلت بسحب ريحته لجواتي على الأقل، بس إجا قال لي حكي. لو كسرت أمي وأنفي ما كنت توجعت هالقد. وبعدين في بنت مجبورة أني أعمل منها نجمة، وما في بجيبتي ولا ليرة حتى. وزعجتني شغلة من شوي. تخيلي ما ضل ولا حدا بهالبلد بيعرفني مثل قبل. غلاف الألبوم مصفر كتير، ما حدا فيه يشوف صورتها ولا يقرأ اسمها. صورتي أنا. جيت على فندق الكلب ما بيرضى يقعد فيه، ما في حدا لخبره عن همومي أبداً. صرت عم بحكي مع حالي. عم تحكي يا مجنونة لك؟ ليش عم تضحكي وتبيني أسنانك؟ عندي أمل، لسه عندي شوية أمل، بلكي بيتحقق شي. ماني بقى محتالة والله العظيم. عندي أمل بالنهاية. متأكدة رح اجتمع مع ابني، وبكرة كلياتكم بتشوفوا بعينكم شو رح أعمل. أنا متأكدة. خالي انت مو حابب تقول شيء؟ لاني نعست، اذا بدك تقول شيء قوله قبل ما نام خالي. طبعا تعبتي يا روحي، لانه روحك صغيره والعاطل عم يدورك معه مثل حيوان.
هو تماما مثل الفزعة اللي بتخوف. هالحكي كأنه بيرجع إلي إذا مالي غلطان. الله أختي؟ لسا أختي. أختي شوفي، بعرف إني أختك، والله بعرف إني أختك. احكي شوفي. هو بكرة الصبح جاي لعنا ضيف، فأنت بتكوني بشغلك، قلت بخبرك. وليش ليجي الضيف من الصبح بكير؟ هو بخص الشغل يعني. معقول إجا نصيب البنت وأخيراً؟ بدها تطلب إيد البنت من الصبح؟ واضح إنه رجال ما بيفهموا بشي. من وين هنن قليلي؟ أنا ما ببعت حفيدتي على الغربة أبداً. ليش أنا اللي ببعتها يا بابا؟ بس انتظر لحتى نعرف من وين هنن. لا أمي جدي، ما في هيك شي. نصيب شو اللي عم تحكوا عنه؟ رح يجي بكرة ضيف لعنا، بس الضيف جاي ليحكي معكم بحديث حساس شوي بالنسبة لإلكن، ولهيك ما بيعرف خالي كيف بده يحكي معكم. الماس حبة تحت لسان بابا. ولك هذا شكله عامل ذنب كبير. بس جدي والله خالي ابدا ما عامل شيء. شو بك؟ شو خطر لك؟ انا كيف بدي اخبركم؟ انا رح افتح الباب موفق ان شاء الله خالي. بس طلع كوبي، والله لموتك، والله لكسر راسك. احكي ولا بضربك. ها وما رح امسكه رح حتى يقتلك. شو هالحكي هاد يا؟ هلكتوني من كتر هاد الحكي. انتو مو كأنكن عيلة، انتو فريق الموت. لا ما رح خبركم بشي، ما في مفاجأة ولا شي، انسوا. استنى ولا؟ والله لورجيك. تعا يا هارون باشا تعا، اشتقت لبيتك ما هيك؟ امتى جبته؟ تعرف؟ انت مثل الصقر تماما. كيف قدرت تطلع احسن نوع من بين الكل؟ جبته من البيت القديم، كان لبابا. بيعزف فكرة بيك؟ بيعزف حلو كتير. اصلا كان يحلم يصير موسيقار. وما صار هيك؟ طبعا كان بده انت تصير هيك. شو حكيت وين؟ يلا خبريني بكل التفاصيل. بعدين شو قال لما اعطيتي الاسوارة؟ قولي لي يلا خبريني بكل شيء. يلا خبرتك أسمان، دور كتير عليها لأنه بالنسبة إلى الحظ. والله نقشت معك يا بنت. إيه بس هيك لسه ركبي عم يرشفوا. كأنه قلتي أمه عرض أو هيك شيء. شو صار قولي لي؟ إيه تعرفت على أمه، رح تعملي نجمة، رح تعملي ألبوم. آسو آسومان آسو. وهلأ لخبرتيني بهذا الشي؟ يا ربي دخيلك، الله ياخدك. ليش ما خبرتيني هالشي من الأول؟ ليش ساكتة لهلأ؟ لك وطي صوتك، رح تجي أمي، ما أجا الوقت ونسيت. لك أنتي منتبهة قديش هالشي مهم يلي نسيتي؟ لو إجاني أنا هالعرض كنت سكرت الأبواب كلها وخبرت الكل حتى التلفزيون وبصرخ كمان. يا الله يا حزيران، أحلامك رح تتحقق كلياتها. مو قدرانة أعبر لك قديش مبسوطة إنه رح تحققي أحلامك. أسمان ليش نتحمس على الفاضي؟ أمي وجدي ما رح يسمحوا لي أصلاً. ولك أنتي رح تصيري مشهورة مشهورة. الاعتراض على شو؟ معقول انشهر؟ إيه طبعاً، ليش لا؟ في ناس عندهم صوت مثل صوت الشحن، وكل صيف بيشجعوهم ليصيروا فنانين. بس انتي صوتك حلو بجنن حبيبتي. وأراس عجبوا صوتي كمان. آسو أنا ماني مصدقة لحد هلأ، كان قريب مني لدرجة فيني ألمسه. حزيران حزيران حزيران. ليكي كل الناس بيصيروا هيك بينادولك حزيران 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 حزيران. لك حزيران انتي معقولة؟ كل الناس رح يقعدوا ينطروكي هيك بالدور لحتى يتصوروا معك ويشوفوكي، وانتي لسه عم تحلمي بأراس؟ رجعي لوعيك مجنونة، فكري بأحلامك. شعري طويل يا ماما، شعري طويل قد البرميل يا ماما، قد البرميل قصيته أنا، قصيته أنا يا الله قصيته أنا. انتزعت القصة يا الله انتزعت القصة. ليش عم تبكي أمي؟ وينه أبي؟ راح. ما بقى رح يرجع يعني؟ ما تزعلي أمي، رح فرحك كتير بصير مشهورة بنتي.
رح صير مغنية مشهورة كتير. خرسي، لا تقولي مغنية يا حزيران. أمي حزيران، ما بدي اسمع أبدا منك كلمة مغنية بهذا البيت، خلصنا. لك بشو صافني؟ أمي ما رح تسمح لي غني. يا حبيبتي شو بريئة أنتي، قديشك عم تعاني بحياتك. لك أنتي شو قلتي لي مبارح؟ مو قلتي لي بلكي صارت شي معجزة؟ ما بتعرفي شو بصير؟ بجوز تصير بكرة. ممكن، ما هيك؟ بلكي بتصير. حزيران، حزيران، أنا هيك عم بسمع، عم بسمع صوت العالم. حزيران، حزيران. إيه، بتروحي مباشرة، بتلفي على اليسار وبعدها ساحة تقسيم، ايه؟ اوكي، مستقيم، بعدين بروح يمين. ايه، وبعدين بتروحي على اليسار. يسار، وبعدين؟ يسار، يسار، يا روحي يسار. شو هادية؟ تعرفي وين ساحة تقسيم لو سمحتي؟ ممكن تدليني منيح؟ فقعتيني من الصبح من ورا ساحة التقسيم، بس ليكي يا أنسة رح أعطيكي خريطة، أحسن. استنيني شوي هون. اوكي. وين راحت؟ رجعتي على الباصات يا زينو؟ لوين هلأ؟ بدي روح بعشرين ليرة يا الله. شوفي يا أسد، تعلقت فيني مثل صغار القطط، ما؟ مين أنت؟ شو صار؟ متخبي جوات السيارة، يلا ورجيني حالك إذا بتقدر. نعم. خليك عند وعدك مرة واحدة، خليني صدق كلامك ولو مرة، لا تضرب من تحت لتحت. صباح الخير زينو. انت كم مرة لسه بدك تقتلني؟ كم مرة؟ انت شو عم تخبصي من الصبح زينو؟ شو يعني انك تخلي واحد يلحقني؟ شو يعني انك تخليه يلحقني؟ ليش لا يحاولوا يدعسوني بالسيارة؟ سيارة شو هاي؟ اشرحي لي شوي لأفهم، مين اللي حاول يدعسك؟ وعم تسأل كمان ما؟ واحد جبان خاف يطلع قدامي مشان ما أعرفه. أنا ما عملت هيك شيء أبداً. حاج كذب بقى فيكو. شو نوع السيارة؟ طيب صار لك شيء؟ معقول صرت ضعيف لهي الدرجة؟ ها؟ بتخاف مني لهالدرجة لحتى تعمل هيك؟ عم أقول لك أنا ما عملت هيك شيء، واللي عمل هيك شيء. ليك أنا ما متت فيكو، وما عندي نية موت قبل ما أخذ ابني منك، مفهوم؟ ماشي. كورشات، لا تبعد عن المطعم ابدا، انا جاي لعندك فورا. يلا.
شو هاد شو هاد، ما شاء الله ما شاء الله. لو كنا منعرف كنا نحن كمان زبطنا شعرنا مثلك. خير أخي؟ جاي لعنا المسؤول عن البروتوكول مشانكا؟ ليش شوفي؟ الله الله، أنا هيك دايما. أخي أنا بقصد يعني أنت رايح على عرس أو خطبة، شو هالأناقة؟ لا هو ضيف عادي يا أختي، شو عم أعمل؟ شو كان لازم أطلع بتياب النوم مثلاً لك أختي؟ شو قلت أنا؟ قلت تطلع بالبيجامة مثلاً؟ شو ما كان رح أعرف بالأخير يا كوبي، رح أفهم كل شي. حزيران، في تياب بالسلة ممكن تنشريون، وفيقي جدك قلي له إنه الفطور صار جاهز، ماشي؟ تمام. يلا حبيبتي. أركضي، هي شبهك. أهلا وسهلا فيكي، شرفتي بيتنا يا خانوم. أهلا فيك، كيف الوضع جوات البيت؟ في حدا مزعوج ومعصب شي؟ بنوب، لأنه بصراحة ما قدرت أفتح الموضوع لحد هلأ. طبعاً رح أعمل شي جوا، تفضلي تفضلي. ايه بنتي، منفوت على الموضوع الأساسي، شو السبب زيارتك لعنا بالوقت؟ عمي بصراحة أنا أجيت لهون لأطلب الإذن منكم بخصوص شغل مشان حزيران. إذن لشو؟ بنتك جوهرة. أنا سمعت صوتها. وكتير حابة إني أعملها مغنية مشهورة. شو صار لكم؟ قلت شي غلط أنا؟ عندك شي تاني تقولي؟ طيب ما قدرت اشرح لكم بالضبط، بس كأني فهمت عليكم، يعني فهمت وقت حكيت عن الشهرة والمشاهير. انتو قلقتوا اكيد، ما هذا عالم تاني طبعا ومختلف، معكم حق، بس بكل خطوة انا رح اكون جنبها. اصلا هي ما رح تبقى لحالها بنوم، بحياتنا ما تركناها لحالها. تمام، معناتها منكون كلياتنا معها، وبكل قرار بخصها منجي منسألكم. رح تتغير حياتكم كلياتكم، يعني بكل صراحة انتو بتستحقوا حياة مختلفة تماماً، ما هيك؟ ما بيناسبنا هيك شغل. الحمد لله نحن مقتنعين بوضعنا كله. بصراحة يا أختي، بس لو نسمع كلام الأنسة صح؟ مر على هالبيت زلزال كبير وما بيتحمل زلزال تاني كوبي. بس ما خلص كل الكلام يلي بدي أقوله. بس أنا كلامي خلص، ما بدي يكون لبنتي علاقة بالشهرة، نحن بحاجة لبنتي، وكمان نحن رح نعمل حالنا ما سمعنا شي بنوب. نحن معنا بنت للغنى والشهرة بنوب. الله معك، موفقة بشغلك هاد، ما إلك خبز بهالبيت. وانتي لا تقلبي لعقل أكتر من هيك يا خانم. فهمت عليكي، شكله الموضوع حساس كتير، ما بقى رح أزعجكم أكتر. بس إذا أنتوا غيرتوا رأيكم رقمي مع السيد كوبي، فيكن تتصلوا فيني إمت ما بدكم. يا خانم، يا خانم،
نحن تخطينا المحيط وما فيني اغرق بالنهر. قلي وين فيني اشوفك اليوم؟ انا بالعاده اليوم بخدم ببرنامج الصباح، يعني بصراحه اليوم بنقل الناس من الحي للقناه وبرجعهم يعني، واحيانا بيكون في سياح بساعدهم وبخدمهم، هيك بقضي يومي والحمد لله. كمان يعني بحب الامه والوطن والسياحه، وانا ببيع شغلات خرج هدايا يا خانم، لهيك انا بصراحه هلا رايح لعند السلطان احمد وهنيك في بياع الفخار حسين مشهور الكل بيعرفه. البياع حسين؟ ماشي، الموضوع ما خلص. العنوان واضح ما بيضيع.